خلينا ناخد سلوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي اسمعيني حضرتك؟ اسمعيني من خير؟ التليفون ووطي التلفزيون يا ستي سلوى، الله يرضيكي. طيب تمام حاضر. كنت بس انا عندي بنتي دكتوره والحمد لله حافظه سورة حوالي 15 جزء من القران وبتصلي الحمد لله، بس لما بتيجي تنام بتشوف حاجات تقول يا ماما بحس ان في حاجه في الاوضه، حاجه ماشيه كده في الاوضه، لدرجه ان كانت تيجي تنام مثلا جنبي على السرير قعدت قريت قران وكده، انا فعلا حسيت ان في حاجه خارجه من عندي من الاوضه. طيب فانا مش عارفه يعني، وهي الحمد لله يعني مع ربنا الى اقصى درجه والحمد لله، فايه الحل يا فضيله حاضر، الشيخ؟ كان عمرها يا فندم؟ حتى ده موقف يعني جوازها يعني كتير قوي، ارسال بلاش كتير. بلاش نخش في حته شرعيه، لا لا مفيش طيب حد ماشي يوقف يا جواز. شكرا فندم، شكرا ماشي. يا ست سلوى. وبقول لاختنا سلوى، عايز بنت حضرتك تنام على وضوء، تحافظ على الصلوات في مواعيدها، قبيل النوم تقرا ايه الكرسي 7 مرات على كوب ماء، واخر ايتين من سوره البقره والفتحه 7 مرات، اخر ايتين 3 مرات من سوره البقره، ايه الكرسي 7 مرات والفتحه 7 مرات على كوبايه ميه، 7 ايام متتاليه تحافظ على هذا الكلام، سترى خيرا ان شاء الله، ولن ترى شيئا فيه اذى او فيه شر ان شاء الله، ويصرف عنها اي شيء يؤذيها، وهذا ببركه القران. لكن خليني اقول لك ان الزواج رزق، وما بيد الله سبحانه وتعالى لا يعطله احد ولا يمنعه احد. وحطوا نصب عينكم، الكلام اللي قلت لكم في اول حلقه واحنا بنتكلم عن الجن وعن السحر وعن الاعمال وعن كل الكلام ده، قلت لكم آية كبيرة قوي في سورة البقرة اللي هي أولها واتبعوا ما تتلو الشياطين، وقلت لك كده ربنا بيقول كده فيها: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى هنا ده الضابط، ده اللي يخلينا نتكلم ونفكر قبل ما نتكلم، علشان نقول الجن مانع الزواج، ولا الشيطان مانع الرزق، ولا العمل مانع الرزق، لا خالص ابدا. يجوز ان انا اقول الحسد قال لي الرزق، يجوز. الحسد خلاني ما راجعش قرآن كويس، الحسد خلى نفسي بخيلة، ليه؟ لأن هذه الأمور ورد فيها نص من سيدنا الرسول بأنها يقع فيها الحسد. يقع الحسد لقارئ القرآن ولطالب العلم ولمنفق المال، هذه الأمور هي التي يقع فيها الحسد.